بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكيس الناس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: وعدي إنما يوعك إذي ليهي إلهي كعبسو اتق الله ذي الويرهدو. halka uu wacdi ku wada idil yahay diinka wixii lagu faro iyo waxa laga reebo intaba waxay hoos imaanayaan ilaahay ka baq ka amar qaado halka ka soo boodaysa oo nawaahida ka har wanaagana fal awaamirtana samay taasaa ka soo boodaysa mar haddii itaqillaa lagu yiraahdo marka itaqillaah yaa wacdi idilkiiba meelna kama jiro halkaabuu ku idil yahay وحن كل حديثكي لا تزول قدماء عبد حتى يسأل عن أربع تأتي أهد بكتر عن ماله يئيم ريسي من أين اكتسب وفيما أنفقه مالك حقيل لغش حقيل لغش حقيل حقيل سلقوا بحيي لبضع لك لقادم إن هل كأتكش قيس حلال لمديسي كريا لغاتش يقري وسأكو بتبادد سعر ميسو حاجة أكتب حسينة ولو يديني محايا الأعماش هذا أوطن هل إيواء يا هذا يا آموس يا سمي يا سمين انتبه ميزان بالصارية وحاخسب أه وواجب أه أونا لفري إن أن حلال كسبن أو حلال أن كشقين محايا لا يحلاش لو عدي حرانت لو عدي بركة إيا خير كرا إلا يحلاش وقلي أولك يا جاجدة أنهرين يا همون تمرنا ما أنقوين إلى حاران تقلي وحضرك يا سانمان أنت ساو عن توجية وما الفر بدن جنا عسي فر بدن وحاران كش قينة يا ما لا بدن حولي حاران كش وقليسة هذا لو حصل هذا مرة كقاركون ورني ما كان بحقه في الله ما 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 بدر كيام به أنت سو سنة هذه حاران هنا يي ويدار بدن شهرين وديارة دي مراكيب أيشين ولي ان افكو مسيد تاغي وسي فري افكو ما هي الحارانت وبابا ابو ربا ان لغا درغو وبابا ابو ربا حارانت ادو بي كسي غوي سا مركا حبيبك عليه الصلاه والسلام جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنهما يا نبي و هو كا ورينيا انو يرا ايها الناس اتقوا الله واجملوا الطلب ساسو النبي عليه الصلاه والسلام دا لو الهي كبقى هذا أمر ما سوسو هذا مركا أبوه أمر كان سوسو هذا النبي كور مرنيا عليه الصلاة والسلام اتقوا الله يدري كور مرنيا ما حد اتقوا ده هدا اللي هني وأنا واحد من كوع العلية أمر كي إلا قاتل لا يمكن أفكوا أي عبد سلام أمر كان سقفكو أمر كي قادرنيا وردوا إلهي كبر أيها الناس اتقوا الله النبي عليه الصلاة والسلام وأجبروا طلبا رزقي طلب كي سوناجية أو حرار قرية أو حرار وما حكا كسبانينا ساسو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما هي حرار تأتك الشقين يسيد كوسو تشيد ميسو إلي كوهشو إلي كوسيسو أما أهشيد به وحن كو قرين حرار كمرا كوسو تشيد ميس ويحقون ووحقون كو قرى مركا أدوك أما حرار كدون أما حرار كدون نبي وحقفر يا عليه الصلاة والسلام
inaad xalaal ku doontid unbuu nebigu ku farayaa xabiibkeenu inaan xalaalaan ku doonno qof baad arkaysaa arooryadii xalaal doonaya waa la soo siinayaa mid baa xaaraan doonaya oo dadka jeebkooda inuu kala baxo wax u kala hayaa wuu soo helayaa isaguna mid baa qor iyo isbaaro wax ku dhacaya mid baa qalin iyo been wax ku dhacaya nin baa wuxuu ku oranayaa maraykan baan ku geenayaa 10 ku keen yurub baan ku geenayaa 20 keen turki baan kuu dhoofinayaa intaa keen qofku waddada markaa wax ku doono had iyo goor mar laba ilaahay ma hungeynayo ilaa naftaa wixii cuni lahayd meel baa la saaray marka muxuu nebigu oranayaa calayhi salaatu wasalaam war talabka xalaal gareeya ajmilu talaba طلب حلال قريب محايا لفعل نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ونبي لي نفي قوي ميسو إلى رزقه أقرنا أي كلا ميستو ونبي إذا قدم بيسو بيا يعبتو أكسجين تقدم بيسو ونفسه قفك شيلك قدم بيسو يسو صغره وحول ما أقرنا إلى قفه قدم ميستو نفي قوي ميسو ما دام سلا أي تحي waxaad ka shaqaysaa had iyo goor waxaad jeebkaaga calooshaada gelaya inuu xaalahaada ka shaqeeyo xalaashaas mar haddaad dhigaysta xalaashi ilaahay wuu kuu fududeynayaa xalaashi meel gaab baa lagu soo saarayaa waxa ka hor imaanaya had iyo goorba ilaahay xalaal buu ka dhigayaa haddiise adiga hamigaagu xaaraan cun uu yahay had iyo goor xaaraantii yaa meel lagu soo dhigayaa markaasaa daaqaysaa falamaa zaaguu azaaqa allahu quluubahum baa ilaahay leeyahay hadda nimankaas iyagaa leexday mar hadday leexdeen toos baa loo leexinayaa iyagana nafi ma go'do ilaa ay ka dhammaysato risqigii ilaahay u qoray ka hortagi mayso wa in abtaa canha buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam haba ka raagi risqiga u qoraa haba ka raagi iyadoo kaa aan gaarin marna nafi go'i mayso haddaad caawiyo habeenkii habeenkii xiga risq yar ku siicatay amaad batooyo ku siicatay waxbaa kugu soo socda dadka ilaahay uu gaajaysiinayo waa dad uu jecel yahay dadka ilaahay uu murjinayo waa dad uu jecel yahay ninki la oran jiray raximahullah tacaala fudayl bin cayaad oo weliga weyn ahaa yaa waxaa la yidhi gurigiisuu soo galay habeen markuu soo galay yuu wuxuu u yimi gurigiio musbaxu ka degsan yahay waa mugdi onna ma jirto cabitaanna ma jiro wax gurigayaal ma jira oo la quuto ma jiraan reerkiisiiba u yeeray baa haweentiisii caruurtiisii yuu halkaas soo fariisiyey go-musaa ugu yaal yii maca isagii markaasuu ilaahay la hadlay ilaahu darajadan goormaan gaaray buu yii ta waa darajo alla wada helide gaajada guriga sidaa u qalalan goormaan gaaray ismaba ogiba ilaa nin fiican maanahay buu yii maxaa yeele wixii aad ambiyadaada iyo asfiyadaada dadka wanaagsanaa ambiyada u horeeyaan wixii aad ku samayn jirtay oo gaajaysiinta ahayd maad igu samaysaa anigu yidhi dadka ilaan haddii risqiga loo ballaariyo ummaddii way kibrayaani kallaa ina alinsaana la yadqaa baa qur-aanku leeyahay bani aadamku wuquuqaya waa kibriya isla weyni baa gelaysaa xaguukaasu ka imanayaa anra'ahu istaqnaa inuu hodmay xoogaa doolara baananka u yaalla io daabtii cagga xoogaa doolara uu jira markaasuu khatar khatar ismoodayaa laakiin ninka la gaajaysiinayo wuu murugsan yahay had iyo goor darajaa loo wadaa markaa murugta adduunyo waa darajo aakhiro taa la ogaado maxaan biisiiriin yaa manaam lagu arkay baa la yidhi markaasaa bal warnaba meel saraan joogaa ilaahay waa isaamaxay khayr badan baan aakhiro la kulmay buu yidhi xasan ka waran baa la yidhi waa xasan basri isku zaman bay ahaayeen asxaabna way ahaayeen xasan basri ka waran ow daka laa yuraa ilaa mila kowkab kada wakada buu yidhi xidiga magaca leh sida aan loo arag oo kaleeto mar dhifa un loo arko unbaa ninkaas loo arkaa buu yidhi maba aragnaba ninkaa tag wuu dalaacay wuu naga sarreeyay casan oo muxuu ku gaar halkaa bikatrati lxusni buu yidhi murugtiisu aada u badnayd aakhiradu aada uga murgiyaa noloshiina waa iska cidhiidi marka ninka murugsan ha ogaada meelsan baa loo wara ha ogaado fudayl bin cayaad wuxuu leeyahay darajadan goormaan gaara warba iskama haya maxaa yeelay wixii asfiyadaada kuwa aada dooratay ambiyadii iyo ragga wixii aad ku samayn jirtay baad igu samaysaa anigana
oo gurigii ba qalaran waxaan ba yaalan wata nabiga kaleey saatu wasalam gurigiisa ay ka faaleenayso umuna aisha radiyallahu ta'ala anha wa an abiha oo ilaada hay hadana reey muhammad annahay anagu hadana aal muhammad nahay guriga hayaga dab lagama hurin jirin bay tiri bil baad dhalatay mid kala dhalatay mid kala dhalatay waa lixdan habeeni laba bilood oo dab aan laga shideen guriga nabiga alayhi salaatu wasalaam walaayka oo maxaad goodan jirteen alaswadaan timir iyo biyaan ku nooleyn bay tiri timir iyo biyo yaa ku nooleyn waa nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam inii urida calaya an tujcala lii fatxa maka dahaba faabaytuhu yiri xabiibku waxaa lay bandhigay in maka buuraheedii ciiddeedii in laygaga dhigo dahab waan iska diiday oo waxaan dhahay laa yaa rabbi ajuucu yowman waashbacu yowman buu yidhi maalina waan dhargayaa maalina waan gaajoonayaa buu yidhi maalinkaan gaajaysnahay atadaracu ilayka waan kuu tadarucayaa waan isku kaajajabinayaa buu nabigu leeyihi sayidii waa igu dhegan tahay gaaja igu dhegan saas faqrigaygii yaan kuu bandhigayaa maalinkaan dhargana axmaduka hadda maalinkaan heran waan ku mahadinayaa buu yidhi markaa muminka labadiisa xilliba waa khayr xaggi iyo xaggaba marka ninka markaa jeebka laga mariyey marna taas yuusan murugsanin waa in abdaa canha buu risqigii haba ka daahee ninkaas wixii ilaahay u qoray wax la'aan maahee wuu u soo socda hasibuu yidhi fataquullaha buu mar kale nebigu ku celinaya calayhi salaatu wasalaam وأجبل طلبا طلبك هجاتية أو طلبك ده حرار جرية أو فرياشة يا قلمانتا يا مسكحة يا حوج لك الله إنسان حلال كدونا إسكيل علي حارانتا سي يلا مركا خذوا ما حل ودعوا ما حرم لنوي عليه الصلاة والسلام وهي حلال أهنا قاتا وهي أن حلال هي نكتكا مركا مال كاجي حلال باتك سبتي امتحانك النوع سواء طلاب يسامركا من أين اكتسب حاجيك اكسب تمامكي تاس مركا امتحانك واتكو باس تمركا هذا ساو شغي سدوي او اه إن ادوي حلال لا ادقالت وهي حاران لا ادقالت انت لغا حرم ايو وفيما انفقنا وانا ولدين يا قفكي حاجيك مالكي كبحيي حاجيك كبحيي مالكي محارام بو كبحيي ma wax xaaraan ku cunay oo uu ku cabay oo uu ku sameeyey wada xaaraana muu geliyay beero islaynaya oo kaleeto mu hub u iibiy oo kaleeto beeraha islaynaya marka hubka adigu aad u iibisid haddaa adigaa shaqaala gareeyey adigaa shidaal ku shubay rasaastii qoryihii baad sidaa ugu iibisa ogow marka haddaa rasaas adigu aad iibin lahay qor iibin lahayn dadku waxay isku ridi lahaayeen oo waxbaa marka asalku waa adiga dilka iyo boobku halku ka soo burqanayo waa adiga ogow marka halkaas sil aad leedahay ha ku bixinin oo yana aakhirada ku qabsanin jaad baa lagu cunaya lacagta jaad baa lagu cunaya masal jaad muxuu u runyay laa yusminu walaa yugni min juuc waa lagu weydiinayaa aakhirada jaad baan ku iibsada ma adigaa oran karanin lacagtii maalaa jaad baan ku oran kara hadda jawaab saxa ma aha oo muxuu u runyahay muxuu roy nin baa maal bas intaan wada raacnay yaa xagga horan fadhiyo ila fadhiyo kii qaaligaha uu saaq u culay u ka dhargi warnii ma waxaan iska daysid baa dhehe markaas wuxuu ugu yidhi oo sheekh adigu maada culinina weliga aniga jawaabta aan kaa sugay su-aal ha ka dhegine ha igu soo rogine waxaad yeeshay ii jawaabo wii u celceliya markaas waxaan dhahay iminkan kula culayaa haddaad ii sheegtay waxa uu u run yahay jaadku mabiya mase waa baad mase waa daw waa ii sheeg baale haddaan kula culayahay abaar buu fakaray cirkii hareer uu firfiiriyey wariyaa jawaab igu caawiyu leeyahy ugu haday waan iska barqaanaa ubuu yihi waan iska barqaanaa yacni marqaanka farxa farxadu buu keenayaa waa un saas wax un dhalanteed ah oo saa un kuu gudbiya yuu ka dhigan yahay marka lacagtiina meel jawaabteeda aad aakhira helaysaan ku bixiya sida sadaqadii oo kaleeto reerkaaga aad biilaysay islaantaadii ubadkaagii islaantaada iyadoo waajib kuugu leh waxa aad siinaysid oo aad cunsiinaysid iyo haddana xadiis wuxuu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu leeyahay xataa waxa aad islaantaada afkeeda aad gelinaysid sadaqii kuu taadi
maxay waa waajib aad gudatay sababkiisu leeyahay ummadka waxa aad siinaysid ajir xasan fara badan baad ka helaysaa wixii aad sadaqaysatid aakhirada waa ka jawaabi karaysaayo asadaqatu burhaan waa taxadiisku odhanayo waa xuju qofkiis uu cuskado sadaqadii yaa ka soo baxaysa haddii nin baasha ilaahay u dhiiba aad tahay xasad baa kugu badan adiga xasadkuna aagaaga cidda joogta unbuu ka soo baxayaa nimaad waxba ku wada barateen nimaad wada shaqaysaan nin qariib kuu ah haddaad ummadda kale kuma taqaan intaa unbaa ku taqaana adiga intaa ku taqaana unbaa ku xasdaysaa ninkii qaraabadaada ah markaa oo baasha inaad saa ugu shubta rabay oo kaa waayey kaasaa ku xasdaya hadduu kaasu ku xasdo oo maanta aad u dhibto oo beri aad u dhibto qalbigu ka hadlayaa warninku yaa nin wanaagsan buu ahaa buu leeyay annaga meel ilaa ka maaqnay mooye maxaad samaysa markaa qaraabadiina waa xidhiidhisay isla markaa quluubtooda waa dhaqday xaggii xiqduu ka soo burqanayay baad iska aamusisay dadku ninka wax siiya iyo nin karmeed u yaqaanaan waaba ninka reer ku jiraa lagu leeyay ninkaas waaba ninka xaggiisa aan ka noolahay waa ninka waxbixinaya ugu had doqan ba hadduu doono ahaaday ninkaasi waa ammaanan yahay waa ugaaskii waxaadan ahayn baa lagugu magacaabaya doktoorkii injineerkii nabadoonkii boqorkii waa boqor bay kulyaanta marka qaraabada sadaqada iyaga eexi ninkii yidhi beerteeda heblaaya calayhi salaatu wasalaam nebigu ku yidhi yaan siiyaa ilma adeertaasii baa la yidhi kuwa qaraabada ah way baahan yihiin sadaqada way kuu tahay qaraabo xidhiidhina way kuu tahay quluubtoodii oo xiqdigii nacaybka aad ka jaraysidna way kuu tahay marka qaraabada sii asxaabta sii qaraabada xagga hooyo kaaga yimid iyo xagga aabo kuwa kaaga yimid labadaaba xataa waalidka hadduu dhinto waxaad ku xidhiidhinaysaa markaa qaraabadii xaggooda aad qaraabo ku noqoteen kaas waa kaa sidna cabdullah bin cumar radi allahu tacaala canhuma suuqa isagoo maraya yuulu reer baadiye arkay markaasuu dameer uu saaraagu siiyey ninka wes dhunkoodeen cimaamadda madaxa ugu xireedna gacantu ka saaray ninkii baa markuu ka dhaqaaqay nin kale wuxuu yidhi war reer baadiye haddaad koobshaha u sugto way ducaynayaani maxaad cimaamaddii keliya madaxa ku xiranaysay iyo gaadid ahaan dameerka aad u saaray u raacaysay oo mid kaleba aadan lahaynba maxaad isaga siisay buu yidhi markaas wuxuu yidhi ninkaa arkaysid aabbihiis iyo cumar baa saaxiibaa isticlaa buu yidhi macnaha aniga aabbahay iyo aabbihii yaa asxaab aad isku jecel ahaayeen marka aabbaan ku xidhiidhinayaa buu leeyahy markaan aabbahay saaxiibkii aan xidhiidhiyo aabbihi baa ku farxaya iskaba daa wax kale xataa waalidka waalidkiis iyo kuwa la dhashay iskaba daayay xataa asxaabtoodii markaad xidhiidhisid waalidka iyagana saasaad ku xidhiidhisa xataa iyagoo qabrigii ku jira baad xidhiidhisa markaa waalidkaa marka qaraabada fog iyo kuwa dhowba xag aabbiya xag hooyo intaa xidhiidhi xididka xidhiidhi kuwaana sii iyagana way mudan yihiini xididka maxaa yeele gabadhii ay dhaleen yaa kuu shaqaysaa adiga adigay kuu shaqaysaa aday kuu dhashaa kuu dhaqdaa kuu nuujisaa kuu nadiifisaa wax badan khidmadaadi bay hoos joogtaa adiga guriga lagu soo koriyey oo maanta inay abaalguddo laga rabay way ka soo baxday adiga kula joogtaa markaa isku day in qaraabadeeda ayaga iyadana aad xidhiidhisid say kuu jeclaadaan haddaad maanta dhimato uma ubadkaaga way jeclaanayaan alla ninkii baa dhalay saasay odhanayaan markaa way ku jeclaanayaan ila dadku halkaas qaraabada iyo xididka inta waa la xidhiidhinayaa masaakiinta caadiga ah waa la xidhiidhinayaa iyagana jaarka ubna caaisha la weydiiyo keesiinaa kan albaabkiisa kugu dhow yahay albaab kugu dhow kaasaad ku xidhiidhinaysaa halkaasaad ku bixinaysaa mooye macsi iyo wax lahwiya iska ciyaar ciyaar ah iyo wax dembiya
كبحين ميسيد محكمة إله بعد سارية هاي ما أنت ما تشرت مركب مرخات البلاد ما تشرو والله بالله أنا وأرك ما أنا سمينين سامان يلين هل كوا حسوا حجربة كشقين ما ينكاس كاس حاجة كم شقين محي علي هدي حتى مركب أفك كين كرتين حبني بحر ليا لما شهدتم علينا ساو كلام مركب تلا بحدي عمر خاتك علي حبناها جمرك هلان أنتقر الله الذي أنتقر كل شيء ساس في توران يعني وحنا قد واتشي إذا هو ربك قد واتشي يا أنا قد واتشي مركا أفرصة فرصة دوامانتي فرصة دوامانتي هل كأن العاكتة كن بحريسة أفرصة ولما العاكتة يا مالكة يا عافماتك نعم كستو إلهي أكسيو نفسي ما إلهي هذا كجي هيسيد ما الآن صحيحين هذا كجي هيسيد ولا قارية هل كأن دب وصل نقطتنا آد بيوات كاريسا أدي أدي ها من اللي يرى بإله ما مال فرب السينة يا مركز سو جوار السينة يا مركز جوار دي يفسد يوها بينك هكا مالها سو ناكي قال ليا أو جواري جوار دي قبله إلهي يا مساكين تيو كل لينا يا إبرو وسينة يا واسك فرعسية وانا اللي يرى وحق عن تقبطور وروح حقا تشوتشي يا لو انقلابي ها أوران يا مجران مركز والله انقلابي يا برتا مانتا وتشوغو وما سيد فرح بدن لا حد باشي مركي مالك لا قادو انو ديب او سو نوقدو waxa laga yaaba in la waato soo dambe qaata laga yaaba ah maxay ilaahay uu arkay adduu ku tusiilada xoola ku feeyneen ba ah dadku markay faqriyaan ama ay gaajoodan un ba ilaahu 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 yiraahdan sasatu bari ama aqliyadu sida badan ducada ma xusuustaan haduu soo qafki cilmi uu horumarin way cilmi diina haduu qafku uu soo horumarin دعائي سؤال بيو يرتاي عبادي سؤال بيو يرتاي لكن نك علمي هو هرمري حوالا هرتيس علمي هلاي نك أصبا حولي مرسر مرينا يا وآد متدالية مرك إسكا إلالية إن إلهي أتكو عاسسان نعمة وكسيي سؤال شعري إن إنتال لأغادة نبي عدي عليه الصلاة والسلام من أين اكتسب وفيما أنفق أفرت قضب وبن آدم كلمه يديني لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع وأفرت هيده عن عمري فيما أفناه وعن جسدي فيما أبلاه وعن علمي فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق أساسه وحصونا وحفظ إيمانيا أوقفك أفرت أكد ذلك وأخبرك إلى يكبقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلهي كبقى وأن في مانتها إسكا إكتو بريتو لسؤالها اللي ويدين دونه وحي أقد بعلان دونتو مانتها إس ويديس لما وحي وحسن أوس إيمانيا تقوى ذا إلهي التقوى تقوى بحيثها النمية التقوى مطير با مقيد با محوية من رصاص با بحيثها التقوى تقوى ذو حيثها وإن إلهي أسنكاوهي وحوك أمري إنو سنكاوهي مالوك أمري إنو كاهرنا الله إنو سنكاوهي صلاة جمعا حد أفرنا إن أنتو كنا جمعها يا إلهي نامري هل كا جمعها إنو لقاوهي تقوى دوتا وح إلهي كفري إنو سأل لكاوهي صلاة الصباح إنو سأل لكاوهي عبادات كنا مانتو دا إنو سأل لكاوهي إيوه إن أوصل حمانك هو أرج إلهي أو أوصل حمانك هم قال تقول والتوحك لما تقول وإلهي إسكا إلالي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا ويدي أبي بن كعب نك النبي كشيك عليه الصلاة والسلام إنه يها أقرأ الأمة ومدى نك قرآنك أبدي نك أس يو عمر ويدي عمر عملاق ما ويدي لي ما بوحك أرك تسعة أعشار علمه يو عمر لقد قلي ولقد قلي يسقوا لقد ريم بنيها من آد يا آد إلى حيوق بقوها من دولي وهاسات أبتين ملحوينها يسقوا قورين إنه هي بأرقونه إن عام الرماد مركو داعي سنة كي أبارتو مركو داعي في زمني يا خادم كيس هو ضعيف مركا عمر هو ضعيفي محايا يعني كبيس يسريد يخل وحنو عاصي يسقوا نجري مركا سهرة جلد جيسي مدب كيسي ما دور سومالي نين دي عصبو هاي
ماريم بو نوقدي با ليري اه عمر ما حد كاس كينيا وانا فقرا نيكا ماركا نفقه دارن قرا او انا عباه جيركي سو نوري خاصه عنها لودا حركه جيركا قفكا ميدبكيس اد بو ودلاليا ميدبو سلهان جيرين بو قفكو يلا يا ماركا ماركي جيركي نفقه او وايي يا ميدبكيس دورتوي با ليري ماركا سو نيمكي خادمكا واها يا مالي عنا او كيني وحن مخيي بو يي وطيب اللحم بو يي نيفو سو غورعي marka suberki iyo kaliyi iyo wadnihi iyo baruurti iyo bawdadi waxa uu saas ugu soo yiriyo wuxuu isla balay sheekha waxa la yahay amirku haysir noolay marka suu iga fogaay waxa kan iga fogaay nin si halka anigu aan fadhiyo kale ta fadhiya oo isagu adayba laxmu xuna oo wuxuu adaybta aan heenna raciyada siya dadku masuul ka ah siya hada abu moosoo gaay abu in abii wixii nafaqada badan uu xuno islaantiisii caruurtiisina buris qaraan ugu siiyo taana way soo galayso abu ninkaasu khayr buluu iga fogaay adigu ra shaqada ruqsa ka tahay shaqada uu keenay maxay adigu nin aakhir ay u kaalmeynaya iyo tagooda ilaahay uu kaalmeynaya ma tiid buu yiri umar aynkaas wa radiyallahu ta'ala anhu waxa laga wariyay inuu yiri lawla alqiyama lakana ghayra ma tarawun nolosha maanta aan ku noolahay midaan ahayn yaan ku noolaan lahaa ilay zamankiisi baa la jabiyey labadii dowladooda adduunka u waaweynaa Ruum iyo Furs wa halka maanta Mareykanka iyo Ruushka ay joogaan labada dowladood xilligaa taagnaa asaga fi zamanihii sanad gudihiis iyo cagta la mariyay labada dowladood saxaabada niman aad u xoogay Alla wuxuu jiwaayay rag waxay ahaayeen diinta sayta ugu dhaqmay waa ragii quraan ku soo degay hal mar yeesa uu kala jeesteen labada dowladood mooyo tan ku jeesanina oo soo jabinina dabada xagga isugu tageen ama halkaas uu cadad ma shaqeynayeen iimaan ba shaqeynayeen iyo cilmi la tadbiiqiyo ba shaqeynayeen sodon kun kaliya buu fursad ku jabiyay saad bin abi waqas sodon kun oo saxaabadii ragii ahaa uu ku jabiyay iyagoo marka 200 oo kun ahaa boqol iyo labaatan hortaagnaa iyo sideedad taakura oo soo socotay halka iyagu maraya sodon kun buu cagta ku mariyay Sacad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu xaggaad kalena Khalid bin Walid baa loo diray Ruum isaga cagta mariyay Khalid marka halka qaniimaadkooda oo dhan iyo maalkoodii yaa isaga laga keenayay radiyallahu ta'ala anhu markaas wuxuu ka labisnaa khamiis shulug buu ka labisnaa 14 karmadood ay saaran yihiin oo qaarkood harag ay yihiin baa harag muufada iyo saliidda umbuu suuraya wax kale ma uun jirin ah ninka markaa furus ka yimid furus ninka ka yimid oo u bishaareeyay in Iran la jabiyay dawladda furus waa dawladda Iran la jabiyay bishaarada uu wadi wuxuu u yimid isagoo hilib qaybinaya oo mara qaybinaya yuu u yimid markuu geela uu qaro kuruska iyo waxa la yiraahdo beerka iyo meelaha jira soo halista musaafir ku sii jiray hilibka saxaabadu sii jiray isagoo markaa hilib ilbaha u cariyo lafaha dhexdooda hilibaha ku haraa halkaas yuri ka guran jiray bali markuu halka dhinkii dadkii wuxuu u galay gurigiisa markuu tagay Umar radiyallahu anhu yuu ninka ugu tagay oo ka daba tagay isagoo markaa wuxuu u jiray khalki iyo saliidii wax ku uraya buu u tagay baa leeyahay markaas sidii dadkiina waxa aad qoodinaysaa adigu buu xasil cunaysaa buu yiri ah warka badan iska day kaaleen iyo cun buu yiri waan dhagsanayay ninkaas markaa wuxuu oran jiray lawla alqiyama la amarna bikabshin yishwa lana fi tanuri buu yiri hadii qiyaama jirin iyo thumma la tusaluna yawma idin anil na'im aakhirad nicmooyinka la iska wareysanayo hadday jiri lahayn oo nicmadii shukriyeedii ma gudatay aan lay oran doonin arrinka hadduusan jiri lahayn lakaana khayra ma tarawna wiidi noloshayda waa in garaabi lahaa maanta saan u noolahay iyo abaarta aan ku jiro laa yumkin kuma jireen buu yiri Umar radiyallahu ta'ala anhu ninki saas cilmigiisu halkaas uu gaarsiiyey ilaa Alla ka cabsigu cilmi uu ka dhashaayey innamaa yakhsha allaha min cibaadi culamaa baa ilaahay leeyahay culamada alcaamilina bicilmihim kuwaas oo qura unbaa ilaahay ka baqa maxaa keenaya marka Alla ka cabsigi cilmigaa keenaya
قد اعتقت ما بقوتك تعال واتي سوال الغري تريني نك علمي يسنتو ليجي هاي يا الله كعبس يسون ليجي هاي ساسون ولا مركزوح أورنجري قيام هذا حد ديل الناديو وما دون الجنة يجلي يعني إلا نك هل نك لي موي نك إلا أنا قاعد نقضه يا كبا خيا ساس أورنجري عمر مركا أبي موي أبي أبي يو تقوم هاي تايمي عمر بس أورني نك علمي موي ده مركزوح يروح عمره ما مرتي ودول ما مرتي قد حميرنا دول قد حميرنا سوما والمريها سوما مرتي مني دول كان إيجابه يري أكتر ما شاء عندي جيو يا هل يا جور إيه يا سأنا قد حد أقول استعين مني هل كان كبوه عربتا هل كان فرح عندي كا سأصدقتون يان أمرا بقول لك وأمري تقول أن مغلس وأنت ميري إلى إله بقرك إسك إلى لست إله خيرة الأعين وما تخفي صدور إسكما دا واحد خلته أفعال السبيس إسكما داي إيش حتى حتويده إذا قف بساوي إيسا قصد ركا جيسريسا ورقف قصوئيه إنت حتى إلهي ووجي وما تخفي صدور لا ما هو حلقه قرينه وقعد قرشين إيسو هبلاي سايين هبل سايين يوحد نع يبانتا شيك الله ووجي مركا إن الإلهي إسكا إلهي سيد قولا وفعلا بوليه أقواش هذا إلهي سجى إلهي وكم أغلى يا إلهي وما كفكر مايا أفعاش هذا إلهي سجى إلهي الله وكم أرحي ياي مركا فلح يوسف كعدين فلح يوسف كعدين قول حنا يوسف كعدين بولي يوسف كعسو بيع بولي إلهي سجى إلهي تقول أن مغلس وتمير رضي الله تعالى عنهم أجمعين أما سيدنا علي بن أبي طالب من كآتي وعلمك بنا رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه تقوانا وحكوشي يجي أفر قضب يكسو كوبي وحبكو سكتكين تقوى أفر تا اسكو تقو دا ما تقوانا إلى دامه قفك أفر تا لغا هلو من كأسوا تدبوا لي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أفر تاس وأفر وين أخرى دردر أفر طبعا إن قفر بلغيه رو وضروري ومهم قفك دوري إنه تقل نغضوه ومركا آخر مارسن أدقوه الدنيا شرف يقيمي سرعو كل نورادو وإن أفر تلغيه لغفك نمباكو عدين شري والهداء دوري سيد إن لغا أمدو كعب غضو كاهي بيستو أدقون دوري هين وعيدا لهين او قريب بس ترى الله يستدين إن لقابق هذا دول يسد اتق الله أدو إلهي كبق مركز سحرده كابقيان كهي مسرياني إلى شرف كن ولا تو أدو من غني أهين أو دولة أهين إلا ذاتك نحن ذاتك دولة ذا يكون باشا هيا أم بأمد آية ولا هرلانو إسكو مسكينيانو إسكو تشبيان ذاتك هذا دول يسد عين كون نقدان إلهي كبق مجري كبق إلهي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام مجلس كي سلام بن عبد الملك إنه أهاب الملينية مجلس كي سيبه سوق لي سالم بسوق لي مركا وحوية لي بقر كبركو ننك أركي وحالك أوحك تجارتي ووزير ردي خلقي إلهي نمك مدحي وين تعطن يا ساء بقر أوحك فردية مركو أركي مجلس كي أمد الجوت وي وضع أموسين هي مدي سكرية بانك على الأموس وصلوا يا بقر كده يوسف فريسي هنا هل كان كار على كلام غير هل كي فريسيين دنت يسوع كان بس تمركو بحي هل كان عمر با فديا بن عبد العزيز او نين كان وابتو يحيى با فديا مركا تجارتي دمان نو عاصم ولا حري قار كمد يا عمر دغين يا عمر ابتقى لبس قرحون وحتى مجلس كي بارلمانكي محتويد او كسو غلو ما واي مركا ظروفك اوتو هاي بير وراء ابتقى ادرك وحلوس ولبس مركو بلا عصول عقلي ساس خيتين هذي بحوجي لما ركا ورهوشو لبس ماها او هلكا هوشو ميري قال بيقى واحد فنية او تقوى لها اي علمي الهي سود الجيول وقل نغمو شرف هو كان ميري هداد مودي يسيد ان هوشو لبس اي تهي اديك لبس كاي قرحان وطا بل هلكا ابتقى الا فريسي لبس كاي وحكو فريسي ميري اديك محا شعب كون هدري ميري هو شو لبس معها؟ يسوى ذلك دروف كا وتر يو بقر كده يسافر يسيب وير. مركا
هذا دوني سيد إنسان لغو شرفه إلى هيك بق هذه أذهب إلى أذهب النقطة أربتين هذه هو مركز داري دولار هي شركة هي مركز جين أنلاين هي دار نادر هي جوار أنلاين هذا دوني سيد لغو هدميو هذا المحل ده الاستغناء عن الناس بالين هذا إنه قف آخره وتشيستو إسوا كشيفة وادقار دوني سا إسوا حاجة كهودة أو كم ركبيري إنه قف آخره وتشيستو غير نبض من تأوتها dadkaas ayaa ay arkaysid bil kaliye intee baa Afghanistan quraan ka dajis oo aran maayaan maxay waa baahantahay garacsigi dollarkii waxa ku taaga dadka mal Afghanistan maayaan dad waxa arkaysa marka masjid uu ku soo kalahayo iska fadhiya adalka qurxoon lamoodiya marka is aqmartaan inuu ka xool badan yahay lamoodiya baashir arin bajra marka hadii aad doonaysid in lagu hodmiyo أذن هذا الحين وحدة كود بيين أذن قعكوا هينين إلهي كبر الله كعمسك وحك سوء الدنيا ترى أذن كتعليهين نرها هاتو شرفها هاتو مقع هذا قيمها هذا وهذه قر لك الدنيا وألا كعمسك أفرت قدم أوهوين يوسف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه شرحي تقوى دوحاي تعي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هل كانوا جوت وقتي بعد عي ونوجي بعد بيد الله الباري إله نوغر جار إله نوغر جار إله الدنيا آخر نوغر جار إله خير الدنيا مد آخره إله نوكل إله دب جينا يدب وارد كيو يا انت جعلنا حساس كده عرورتنا جيران كنا مشايخ زي المعلمين تيني كو نول يكو انتيبا الى ودنبي قول سامح الى النبي عليه الصلاه والسلام حق خير الجزاء جازمون حق الى وجازي دينك ملبك واتك امعان النبي نوك عليه الصلاه والسلام الى حق خير وجازي الى مسلمين ميلو جو غرغر خاصه الصومالي ميلو جو الى غرغر الى جيرانك يا وارث يا اولاد الى كسر الى قلوبته السعيسي الى برعد سكمر قلوبته الى هوانك يا عرورته الى بارك نوغا ديك الى بارك نوغا ديك وين مرجيري الى كو نو توسي ادو با واخ توسن كرا بقدرتك بتاديبك الى نوغا اد بكوا الى عرورته يا هوانك نو هاجاج وتعبك يا وتعبك اني ادي واخ كلا كوما هين كو با تعبناي الى اولاد نو هاجاج الى اولاد نو هاجاج الى غار الجبل مسلم الى كو ميل جوغان الى كو دي تكون دقما دين تبرتا كل نغمة أشقية ومدى قارسية إلى قوة نغير إلى هو أدور نبي كلمة يدنسي إلى هو أدور نبي صحة هي كلمة يدنسي إلى هو أدور نبي صحة هي كلمة يدنسي إلى وقفين يجيريدنا كل منين إلى وقفين يجيريدنا كل منين إلى وقفين يجيريدنا كل منين إلى وطمر نصوحة نودل إلى وسخرات كي سواشة نوفرودي إلى وسخرات كي سواشة نوفرودي إلى وبنك قيامها نوع ثاني مرسى إله النجلي وبرسى إله فرد من رياض الجنة إله النغيل أنا جي أنت شعلنا هيبة إله قوة سلاد أوجا شنت سيف علوت كذا علم كنت كذا إله قوة نغيل إله خير الدنيا من آخر نأكل من إله النار تكامل جلنا جنة كوي جلنا درك النبي عليه الصلاة والسلام إله النجع بسي بيدها الشريفة شربة لنا ما بعدها أبدا مولانا من علينا بالقبول بجاي أحمد وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.